قوة قوة ماركتين كانون صراحة حييكم. من فبراير اللي طاف الناس شقالة إشاعات وتحليلات كلها عقب ما بدأوا الناس يعرفون إن في كاميرات جديدة عند الكانون، والغريب إن طول هاي الفترة والشركات ما نزلت شيء يغلب ويغطي على كاميراتهم اللي نزلوا تاوهم الحين. الكانون صاروا مثل أبل، ينتظرون 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 لكن ينزلون شيء صقعون في السوق. زاجل عطنا معلومات عن الكاميرا. زاجل زاجل عطنا معلومات عن الكاميرا. وين زاجل؟ احلف نادوه ما نادوني انا؟ الحين انا اللي اسوي فيديوهات ينادونه هو؟ وعلي زاجل ولا قال لي بعد ارويك ما ردك بتيني تالي تبي رام جديد ولا بروسيسر جديد انا ارويك ما ردك بتيني تالي ياه كورونا وكورونا ذن الله العظيم ودينا وين خليني انا والمراد الحين ليش اقول لك ما تشتريها انا بقول لك ليش ما تشتريها على الاقل لا تطلبها بري اوردر اشترها بس مو بالحين انتظر شوي والركادة زينة بالذات مع كاميرا في هذه المواصفات وهذه النقلة النوعية يحتاج الواحد انه ينتظر شوي لان شيء ما كان في السوق بوف الكانون نزلت هذه المنتج الواحد يبي له ينتظر شوي ويتأكد اكثر ولان اغلب اللي استعرضوها هم اصلا سفراء كانون او خلينا نقول مقربين من كانون يعني كانون دائما تعطيهم كاميراتهم يجربونها فعلى الاقل ما بيقولون لك ان ترى ذي لا كاميرا تعبانة ولا فيها كذي ولا فيها كذي في النهاية ما بيقولون لك هالشيء بس بيقولون لك مسج داخلنا ترى ذي الكاميرا بيتا يعني نسخة تاوها مبدئية ديمو مو يعني نسخة نهائية ولا فيرجن نهائي بينطرح في السوق للبيع لا يعني للحين قاعدين نجربها فهذه قاعد يقولون لك انه ترى اصبر لا تشتريها خلنا نشوف السوق شي يقول الناس اول تجربة او اول انطباع شي يقولون عنها ولأن أصلا قالوا لهم لا تنشرون صورها بس جربوها وعرضوا تجربتكم بعد بيني وبينكم مارش قالوا لهم يمكن قالوا لهم شيء بالخاش كذي لا تنشرونه ف ما ندري ومن خلال البحث البسيط اللي سويته بذكر لكم الأشياء اللي تخليك تتريث وما تطلبها من الحين اصبر شوي أول شيء منتشر عن الكاميرا وهي مشكلة ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة في الخليج يعني هذي بعد مو تتريث لا لازم تنطر شوي بعد ازيد خلينا نعرف شو المشكله طبعا المشكله اللي اثيرت اغلبها اثاروها الاجانب هم قالوا يعني ان مشكله الحراره فما بالك احنا عندنا يعني ايش بيسوون يعني مصورين الفعاليات عندنا اخوي يمشون معاهم ثلاجات في سياراتهم طبعا موضوع الحراره هنا هي خاصيه ال 8K هاي الموضوع بس في خاصيه ال 8K المشكلة مو في الفوتو ولا في الفيديو 4K فلا تخافون هاي العيب يمكن ما يواجه كل الناس يمكن يواجهونه فئة معينة وهذا الشيء اللي أقول لكم حاسبوا منه يلي انبهريته بال 8K فلازم تعرفون شنو تفاصيل ال 8K هل هذه خدعة تسويقية بس؟ ما ندري لازم نعرف التفاصيل من حيث التجربة الميدانية حق الكاميرا أكثر لأنهم قالوا لنا عندك في تصوير ال 8K عندك ليمت انك تصور في درجة حرارة الروم تمبرتشر عندك 20 دقيقة تصور وبعدها تريح الكاميرا لازم وطبعا احنا هني عندنا فرن تمبرتشر يعني مو روم تمبرتشر شو بنساوي يعني في اوغست اتوقع 3 ثواني ماكسيمم الفيديو ذي والنقطة الثانية اللي اثيرت كذلك وهي اختلاف الميموريات طبعا لازم نعرف ليش في اختلاف في الميموريات عشان ترى كله حق ال 8K لان اللي بيصور ال 8K اكيد ما تصوره الاس دي العادية لازم في ميموري ثانية وهي CF Express واللي هي أقوى وأسرع من الـ SD العادية زين أنا من الناس اللي لما يصور أصور الصورتين أو الميموريتين بنفس الصيغة يعني ثنتين هم RAW واحدة خلينا نقول النسخة الأساسية واحدة الاحتياطية بس إذا واحدة مساحتها أكبر من الثانية وسرعتها أكثر من الثانية أتوقع أن الكاميرا ما بتعطيني سرعة الميموري الأسرع أو قراءة الميموري الأسرع بتعطيني قراءة الميموري الأبطأ فنفس وضعي الحالي الحين انا اللي قاعد اسويه في ال 5DS اذا خلي 2 ميموري كل ميموري مثلا اذا في واحدة مساحتها اكبر او اسرع من الثانية الكاميرا حاليا تعطيني قراءة الميموري الابطأ ما تعطيني مثلا عندك خلينا نقول 1000 صورة تعطيني مثلا عندك 500 صورة اللي هي في الميموري الثانية اوكي واضح الفكرة اتوقع واضح الفكرة فهذه هي المشكلة اللي عندنا ان في ميموري غير الثانية
فيمكن تسبب مشكلة عند بعض المصورين، فتأكد إذا أنت منهم حاسب حق هذه النقطة. مع أن الR6 فيه إمكانية تخلي ميموريتين بنفس النوع، فبتقضي على المشكلة ذي. صدقنا ما خلوا فيها السي فاست هذيك الأسرع، بس ما عليه، هذه على الأقل ميجا بكسل أقل اللي هي الR6، فيمكن ما نحتاج هالكثر، وعشان بعد سعرها بعد كذلك إنه ما يزيد. فأنت في الR6 بيكون عندك تو ميموري من نفس النوع، ممكن هذا الشيء يفيدك أنت كمصور. وعلى طاري الR6 أنا حاليا ما عندي عليها شيء، أشوف إن الكانون أذكياء للأمانة، كأنهم نزلوا سيارة بتو أوبشن، فأنت تختار بينهم يا أوبشن أو فول أوبشن يا لو أوبشن أو ميديم أوبشن، فالكانون أذكياء في ذي النقطة يعني. عموما ننتظر ونشوف تجارب أكثر المستخدمين، ونشوف كانون شو تقول أيضا عن انطباع الناس اللي شافت هذه الكاميرا وشافت الإعلان. ننتظر ربعنا طبعا في الشرق الأوسط كالعادة، إن كان من رجع إنه يعطون المستخدم العربي فرصة تجربة الكاميرا، ونبدي وجهة نظرنا في الموضوع بعمق أكثر يعني. أما بالنسبة لي فأعتقد وجهتي بتكون حق الR5 بحكم طبيعة استخدامي أنا بورتري واستوديو وتصوير تجاري، وأكيد بستخدمها في اليوتيوب بحكم الفيديو مالها جبار. ما أقصد طبعا الـ8K، أقصد طبعا الـ4K 120 فريم، هذا شيء خيالي وننتظره من زمان. ويمكن طبعا أخذ الR6 بعدها للفعاليات والأعراس في حين رجعت الأوضاع إن شاء الله للسابق. المهم وصلنا للختام، نبي نسمع الحين منكم رأيكم عن هذه الكاميرات في التعليقات تحت. لا تنسوا اللي نوصيكم عليه كل مرة، لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وشكرا على دعمكم وتشجيعكم في الفيديوهات اللي طافت، ولا تنسونا من دعمكم كذلك في الفيديوهات هذه والجاية، وفي أمان الله.